فاحنا قررنا بقى، حبينا ان احنا نعمل ايه، نعمل انا وشاهين حاجه كويسه جدا. انا دايما بقول ان الحياه رحله، بس بتيجي علينا اوقات في الرحله دي بنبقى واقفين فعلا مش عارفين نتحرك ازاي. وانت بتبقى ماشي في الدنيا بالذات بتعدي بمراحل ياس كتيره جدا. مراحل الياس دي بتبقى مراحل قويه جدا، لازم تغير فيك حته صغيره، يا اما هتبني عندك يا اما هتكسر. واحده من ضمن الوقفات المهمه في حياتنا هي الوقفه بتاعه الكارير بتاعي او البيزنس بتاعي. لحظات الياس ولحظات عدم اجابه الدعاء، لحظات اللي بدأ فيها ربنا سبحانه وتعالى على حاجه نفسي فيها وممكن الرد يتاخر. الرحله بتاعه الشغل بتاعتي، هو انا هعمل ايه في الرحله دي؟ هشتغل في بيزنس خاص ولا هروح اشتغل في شركه؟ هفريلانس او اشتغل حر؟ لو القلب متعلق بالمخلوق او القلب متعلق بالناس، ساعتها الانكسار بيكون اقوى والهزيمه بتكون حتما جايه. في شويه اسئله في حياتنا محتاجه اجابات لازم نجاوب عليها. هنتكلم في الايفنت دوت عن لحظات ضعف الثقه ولحظات الهزيمه ولحظه الياس من الله سبحانه وتعالى. هنتكلم في البيزنس نقطه ان انت ازاي تسعى وبيبقى عندك جزء 30% توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. انت اللي عندك كل ابعاد حياتك، لازم انت اللي هتاخد القرار. لحظه الياس اللي بتعدي على الانسان اللي بيحس فيها ان هو مفيش اله، مفيش سند، مفيش حد فينا خبير ان هو يشوف نفسه من جوه. ما ينفعش ان انا ابقى طول الوقت انا اللي بسال وانا اللي بجاوب. بس انت ما تعرفش ان انت عندك خلل كبير قوي في حته معينه. ساعات كتير قوي بنحتاج حد من بره يسالني شويه اسئله تبدا ان انا اتسمع عندي في حاجات فتنورني في المكان الصح او تنورني في الاجابه الصح. العبد دايما اللي متعلق بالله سبحانه وتعالى دايما بيكون امله كبير جدا، وهو حاسس ان هو مسنود على الحي الذي لا يموت. فاحنا جايين انا ومازن عشان نتكلم معاكم عن شويه حاجات، من ضمنها انا مؤمن ان مفيش محاضره هتروح تحضرها ولا تدريب هتحضره وهتطلع منه سوبر مان بتطير وتطلع حياتك بتتغير. ممكن حد يساعدك بادوات، افكار، علم تقدر انت تستفيد بيه فتقدر تاخد القرار، لكن في الاخر انت اللي لازم تاخد القرار ده. لسه المعاني اللي تخلينا كامل ما وصلتش، لسه الطرق ما بتتفتحش. احسن حد ممكن يساعدك ويقول لك الحاجات اللي ممكن تساعدك في الطريق بتاعك هو حد مشي من نفس الطريق ده، وبمجهودك والعلم والحاجات اللي انت عرفتها والادوات اللي هو اداها لك ممكن ده يساعدك انت ما تقعش في نفس الاماكن اللي هو وقع فيها. لازم ولا بد ان انت يحصل عندك انت هزيمه وانكسار عشان انت مخلوق ضعيف. مفيش حد ينفع يقول لك الطريق الصح طول الوقت حتى لو كان صح. طب ما هو ممكن يكون الطريق مفتوح لك وتكون المسج جايه لك وتكون الاشاره جنبك بس انت لسه مش واخد بالك. كتير مننا جدا عنده في الانبوكس مسجات كتيره جدا بس هو لسه مش ملتفت للكلام ده. في منا اللي بيفتح ويقرا المسج بسرعه، وفي منا اللي بيفضل سايبها، وفي منا اللي بيجي يفتح عند اول مطبات بتحصل له فيلاقي ان كان في مسجات من الاول مبعوتها له عشان تدل على الطريق. بنحتاج نسمع ناس تتكلم معانا في خبراتها وحياتها والكلام ده كله. ممكن يكون الرد قريب منك جدا بس انت لسه ما بتفتحش المسج ولا بصيت فيه. ان شاء الله مستنيينكم انا ومازن. احنا منتظرينكم ان شاء الله. اتمنى ان احنا الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها مع بعض وندردش فيها تفيدكم في الحياه وفي البيزنس. هيبقى معاكم كابسولز كتيره قوي ان شاء الله هتمشوا بيها في الدنيا، وقواعد ومفاهيم لازم كل انسان على وجه الارض يكون فاهمها، وهو ده اللي احنا هنتكلم عليه في الايفنت ان شاء الله. نشوفكم على خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عايز تبقى بتستنى عموما. ف ماشي بس امشي من هنا يا مازن، امشي من هنا يا مازن. صورتنا الحته دي، صورتها.